مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد يوم واحد من حفل عيد ميلاد نجم الخضر بغداد بونجاه، ها هو يرزق بمولودة ثانية، حيث نشر هذا الخبر عبر صفحته الرسمية في السوشيال ميديا. وقد شاركت زوجته ملكة جمال الجزائر رانيا بن عيشوش صورة لمولودتها وهي في المستشفى دون الكشف عن شكلها. ويذكر أن بغداد قد عاش هذه الفرحة مع ابنه شاهين. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.